هاي هذا فكري وسطر جزلة لوزاني والفرايد المعرسنا كتبناها لك نزف التهاني بعد بالحاني وافيه يا سيف ما قصرناها ألف مبروك عرسك والحفل زاني والسعادة عسى يا خوي تلقاها إيه يا سيف اللي بين الأقراني فارق والجزايل دوم تنصاها بس ما يتشهد لك كل ميداني والصعيبات لين قلت تبغاها نسل شيخ كريم عالي الشاني عبد الله اللي دروب العز يرقاها كذاك راعي الوفا من العالي أخو صالم كأنه قد تنقاها فعله اللي يرجح كل ميزاني وفالمواقف عزوم ما فقدناها خلف رجالي وفخر فيهم اخواني الرجال اللي درب العز ممشاها ذاك فهيد وثواب للفزعات عنواني بصل وسلطان علوم الطيب يغزوها يا سلايل سبع حزبنا الجاني ثابت ويلي اللي تحداها مجدكم ناقص عن من ماضي الازماني اهل وقفات ترهب من يعاديها هذه نوره اختك تهدي الحاني بالقوا في تسطر لك تهانيها بالقوا في تسطر لك تهانيها هذا فكري وسطر جزلة لوزاني والفرايد المعرسنا كتبناها لك نزف التهاني بعد بالحاني وافيه يا سيف ما قصرناها ألف مبروك عرسك والحفل زاني والسعادة عسى يا خوي تلقاها إيه يا سيف اللي بين الأقراني فارق والجزايل دوم تنصاها بس ما يتشهد لك كل ميداني والصعيبات اللي من قلت تبغاها نسل شيخ كريم عالي الشاني عبد الله اللي دروب العز يرقاها ذاك راعي الوفا من هنا العاني له خصال كأنه قد تنقاها فعله اللي يرجح كل ميزاني وفالمواقف عزوم ما فقدناها خلف رجالي وفخر فيهم اخواني الرجال اللي درب العز ممشاها ذاك فهيد وتواب للفزعات عنواني بصل وسلطان علوم الطيب يغزوها يا سلايل اسبع كسبنا الجاني لابس الويل اللي تحداها مجدكم ناقص عن من ماضي الازماني اهل وقفات ترهب من يعاديها هذه نوره اختك تهدي الحاني بالقوا في تسطر لك تهانيها بالقوا في تسطر لك تهانيها بالقوا في تسطر لك تهانيها الحقوق محفوظة لدى استديوهات افراح العروسين افراح العروسين للزفات والشيلات والقصائد وسحب الموسيقى هذه النسخه